no termino la prego al Signore che viene soltanto una cattiva ha dato lei per i nostri mille ciò che si offre ha dato lei per i nostri mille ciò che si offre ha dato lei per i nostri mille ciò che si offre ha dato lei per i nostri mille Shara, Wadi, Mother Steve, Washington, Wadi, Washington, Shara, 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 فالتوبيه ان النشاط المتنوع وليس الخاص بالعبره الهندي اذا جاءت مداخله حول علم من اعلام الذين سيدي ربه الذين صنعوا ذلك وكانوا عميدا وركنا من اركان الاصلاح وبنى الاسلام الفرنسي ولكن قبل ان اقول في هذا فقد زحمتني الكثير من الافكار التي لا بد من التطرق اليها والتعرض لها بدايه بالرسائل التي ارادت مجموعه البراهين ان توصلها لنا والا انها اذاننا كانت لا أقول صفاء إنما كانت متوفرة من عمان وقد وصفنا بالنشيد الوطني وهي من الواجبات التي نحملها تجاه هذا الوطن أو من حقوق الوطن علينا ولم نقف لأصوات هذه البراهين على الرغم من أنها كانت تحمل عبارات تاريخية عبارات كانت تنبع من نفس لفظنا اشتغلت عنا أو بالإصلاح لكن كانت تريد بذلك الثورة والاستقلال وأقصد بذلك الشيخ عبد الحليم بن لبيد خاصة وأنه حينما كان يودع سئل عن مصير الجزائر فقال رحمه الله نحن قد اشتغلنا بتأليف الرجال وعليهم بالمستقبل وأشار بإصبعه إلى الجبال وفي هذا النشيد إشارة واضحة على ذلك ولست أنت رجاؤنا أي أيها الجيل أنت أملنا وذلك الصلاح إشارة إلى الثورة، إشارة إلى الكفاح قد اقترب. فعبد الحميد بن باديس رحمه الله يعني كان يريد بعملية الإصلاح الثورة والاستقلال ليحق أن يقف الجميع إلى نشيده الذي هو شعب الجزائر مسلم وإلى قوله ينتهي. ثاني نقطة أبارك الأخت ولأعضاء جمعية علماء المسلمين هذا المولود الجديد. هذا المولود الذي هو عبارة عن أمانة. أمانة قد تحملها الجماعة عن أناس قد كتبوا أسماءهم بأحرف من ذهب فإننا نقول لهم إنكم خلف بالطيب العقلي وما أدرك ما الطيب العقلي خلفا بالبشير الإبراهيم بن داليس العربي التبسي بن طارق النيلي أبو اليهران وإلى غير ذلك من الأسماء الثقيلة التي صنعت التاريخ تاريخ الجزائر والتي رفعت الكفاح الحقيقي كفاح
الركون الذي واجه الثقافة الفرنسية، لأن الإدارة الفرنسية قد رفعت الدبابة والرشاش من أجل ماذا؟ من أجل نحو الثقافة الإسلامية والعروبة والهوية الجزائرية التي كثيرا ما عملوا هؤلاء على ترسيخها في نفوس الجزائريين. لا أريد أن أطيل عليكم الكلام، لعل قد تجمعنا مواعيد تاريخية أخرى فنسرد فيها القول إن شاء الله، إلا أننا نقول للجماعة إن الأمانة ثقيلة، إن الأمانة ثقيلة، فعليكم أن تتحلوا بالصبر وأن تقرأ شرقا وغاية أو مشعل الثقافة في هذه المدينة التي كثيرا ما أصيب إن صح التعبير بالتيه أو أصيب بالركود إلا أنه بإذن الله لم يموت. بالنسبة للمناخ التي فهي حول كما ذكرت العلامة طيب ربي هذا العلم الذي هو من مواليد منطقة من دخول مدينة سيدروبا على سطوح التوراس منطقة الباش، وهو من قبيلة بن عبد الرحمن التوراسية، إلا أن وجوده ونشأته ونشأته العلمية كان في هذه المدينة طيب المبارك. الطيب العقبي من مواليد 1890، وهناك اختلاف في تاريخ ميلاده، لأن هناك من يرجعه إلى 1889، وهناك من يعيده إلى 1887، وهذا راجع إلى أن التشكيل الحالي من المدينة آنذاك جاء إلى مدينة تلوديس والمدة الأخيرة فقد وصل إلى مطلع القرن العشرين، فلذا فتسجيل ميلاده كان تخمينيا. السيد العقبي قصة حياته إلى نصفين أو مرحلتين إن صح التعبير، المرحلة الأولى وهي المرحلة الحجابية، والمرحلة الثانية وهي المرحلة الوطنية الجزائرية. أما المرحلة الأولى فقد بدأت برحيل عائلة من كافة 1895 إلى المدينة المنورة تحت عنوان رحلة الحج، إلا أن هذا ظاهر الأمر فقط لكنه باطنه هو الهروب من بطش الاستعمار الثقافي والاجتماعي والتغيير الثقافي الذي ترفضه الكثير من العائلات، يسجل التاريخ ان عائله طيب العقبه كانت من العائلات المثقفه دينيا والمحترمه اجتماعيا، فهي كانت متوسطه الحال من الناحية الاقتصادية، إلا أنها كانت من الناحية الدين عائلة محترمة ومحافظة، حالها كحال الكثير من العائلات الجزائرية آنذاك، التي قاومت الاستعمار بعاداتها وتقاليدها وتمسكها بالقرآن والسنة وإلى ذلك. فبنزول طيب العقبي وترعرعه في الحجاز هنالك كانت مرحلة التكوين الثقافي، أين التقى طيب العقبي بقرناءه الذين شاركوه في تأسيس جمعية علماء المسلمين للجزائر، التقى بعبد الحميد بن باريس، التقى بالشيخ الإبراهيمي، واشتركا في فئة واحدة من الأساتذة، حيث عمل الأستاذ محمد بن الشنقيطي وهو من الشناقطة، وهي أسرة موريتانية مشهورة في العلم، وكثير ما ذبت من الأمة الإسلامية للعلماء
لذلك الجهاد والعلوم في الدين والحركة الدينية. درس على يد محمد بن الشنقيطي كذلك درس على ابن مدته او ابن وطنه محمد بن حمدان السلوسي الذي درس عند الشيخ ابراهيم وابن ابيسه الطيب العقدي وهو الذي اودع فيهم او حبس في نفوسهم ضروره العوده الى الجزائر وحمل المشي على الاصلاح من جديد. ايضا الغروب التي كونت طيب العقدي ثقافيه ما يسمى بالحركه الوهابيه او الحركه السلفيه في صحه التعبير. لان الحركه الوهابيه هي مصطلح مختلف. طيب العقدي في حد ذاته كان لا يحدد هذا الاسم وكان يحدد الحركة السلفية وربما كلها محطات أخرى بشرح هذا المصطلح والتعرض إليه. قلت أن هذا التيار الفكري تغذى منه الطيب الوطني وشكل منه شخصيته الدينية وكان هو الخلفية التي ينطلق منها ليكون فيما بعد جرارا مانعا في وجه الكثير من الفرق الصوفيه الفاسده. اقول هذا قوسين الفاسده التي انحرفت في بعض افكارها الدينيه والى غير ذلك. فاضافه الى الحركه السلفيه للحجاب ايضا تاثر الطير العقدي في الجامعه الاسلاميه والتقاء الكثير من العلامه الاسلاميه من خلال شكيب ارسلان ومحمد الخطيب والعديد من المفكرين الذين حاضوا الفكر الاسلامي انذاك. اشتغل الطير العقدي في الكتابه الصحفيه ذات البعد الديني لأنه اجتماعي كفاه شقيقه الأصغر أن يوفر شقيقه الأصغر يعني الأمور المادية فتفرغ هو إلى العلم وحفظ القرآن خاصة على يد مثله برواية حفص والاشتغال بالفكر ونشر الثقافة في الصحف وأوكل له الشريف حسين قيادة وإدارة صحيفة العقيدة في مكة المكرمة. الزميل يبارك الوقت لكن على عجالة عاد الطيب العقدي إلى مدينة أوروبا وذلك لرعاية الإصلاح. اشتغل في العديد الكثير من الجمعيات أهمها كان نادي الترقي وكان خطيبا طلابا في نادي الترقي ثم كان عضوا في جمعية علماء المسلمين. يعني أهم ما أروج حتى لا يفوتني الوقت هو الشهادات التي زكت محمد الطيب العقدي. أهم شهادة هي شهادة الفيلسوف الجزائري مالك بن مالك. قال عنه كنت أتأمل في الحركة الإسلامية فقرأت أن الطيب العقدي بدويا وأن المدارس مدنيا لكن كان يحس في نفسه كيف لا يقود الحركة وكيف لا يقود جمعية علماء المسلمين مثل هذا الشيخ الفرد يقصد بذلك الطيب العقدي. يعني ذلك الذي كان يقدمه حتى على ابن سبيل. قال في احمد توفيق المدني انه كان فصيحا كان لغويا كان متمسكا بالدين وكان هو عميد اللغه العربيه في نادي الترقي. قال عنه بشير الابراهيمي كان عصا مرفوعا لتحقيق النهي عن المنكر وتحقيق المعروف او الامر المعروف، لانه كان ضارباً
طيب ربي مالك رحمه الله ولدي يوسف هو أهله، يعني نجد أن إبراهيم بشير إبراهيم قد وجد من جمع له ما قاله وولد ثالث، لكن طيب ربي لم يتكفل أحد من أجناء ذاته في جمع أعطاره التي كانت كثيرة وغزيرة عبارة عن الأقلام الجمهورية في مرة الصحراء في الشهاد في البصائر الجرائد التي كان يشرف عليها الحميد الذي أيضا مسار صحراء أمانته هذه الفشلية التي كانت تصدر في البشر عندما كانت الفترة الحجازية، كذلك أشعاره لأنه كان شاعرا رحمه الله وكان شاعرا فتن وترك حوالي أكثر من 20 قصيدة وأكثر من 30 مقطوعة شعرية، كان رحمه الله لغة ودينا وثقافة وفقها، وفوق كل ذلك كان داعية أمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وما نملك إلا أن نقول يا شيخ رحمك الله وجزاك الله عنا كل خير، وأعتذر من الصوت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.